مشاهدينا جديد الأخبار، شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي اليوم بمقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي توقيع اتفاقية تعاون بين الدائرة والقيادة العامة بشأن التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار تنفيذ استراتيجية إمارة أبوظبي في تقديم أرقى الخدمات الحكومية وفق أرقى المعايير العالمية، وذلك بحضور معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي والمدراء العامين. ووقع الاتفاقية من جانب دائرة القضاء سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل الدائرة في أبوظبي، ومن جانب القيادة العامة للشرطة سعادة اللواء مكتوم علي عزيز الشريفي نائب القائد العام. وتتناول الاتفاقية تعزيز آليات التعاون بين دائرة القضاء وشرطة أبوظبي في المجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل على تعزيز الشراكة بين الطرفين. أعلن سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي تأييد دولة الإمارات للحملة التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة بعنوان هو من أجلها، لتأكيد المكانة الأساسية للمرأة في الحياة وأدوارها المتطورة والممتدة على صعيد تحقيق الرخاء ونشر الازدهار في المجتمع. وقال سموه في كلمة ألقاها نيابة عنه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة اليوم في الاحتفال الذي أقيم بمقر الاتحاد النسائي لافتتاح مكتب الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، أن دولة الإمارات مستعدة للعمل مع مكتب الاتصال للأمم المتحدة لإنجاح حملة هو من أجلها على المستوى الأقليمي بقيادة وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومشاركة الاتحاد النسائي العام وجميع الأفراد والمؤسسات المعنية بالدولة.